من هو الافضل؟ يعني حسب كراسة شروط النادي الاهلي، يعني الراجل ده كامل الاوصاف بالنسبه لكراسة شروط النادي الاهلي، يعني هذا الراجل تنطبق عليه كل مواصفات كراسة شروط النادي الاهلي وضعها في المدير الفني الجديد. يعني راجل النادي الاهلي كان عامل شروط معينه او عايز مواصفات معينه في مدرب، توفرت كل الشروط دي في مسوماني ان هو الافضل دلوقتي. كل حاجه النادي الاهلي كان بيفكر فيها في مدير فني يكون يقدر يلحق ما تبقى من دوري ابطال افريقيا في المساحه الزمنيه القليله دي، ليه كل المواصفات موجوده في مسوماني. راجل عنده رغبه شديده جدا يضرب النادي الاهلي، وده سهل امور جدا على النادي الاهلي. راجل متحمس جدا جدا، النهارده عمل شغل، يعني الراجل المفترض كان يجي الساعه 1 بالليل امبارح ويجي بتاخر 7 صباحا وما يستريحش، ويجي النادي الاهلي ويعمل الشو ده كله، ده اللي عمله في النادي الاهلي، واجتماعات اكتر من 4 اجتماعات وتسجيلات حوارات تسجيلات وبتاع وكده. واضح ان الراجل عنده رغبه شديده جدا، عنده طاقه ايجابيه جدا جدا جاي، ويمكن ده اكتر مدير فني تقريبا اجنبي يجي مصر وهو بيقدم للنادي اللي بيدربه بالشكل ده، بالشكل الدعم الكبير، الفيديوهات، كم الفيديوهات اللي عملها مش من امبارح او اول امبارح، من 4 5 ايام وهو بيتكلم عن النادي الاهلي بشكل كبير جدا. يمكن كمان لو رجعنا كمان بذاكره لورا من 3 سنين ازاي بيتكلم عن النادي الاهلي، واضح ان الراجل ده كان حلم النادي الاهلي بالنسبه له، كان حلم تدريبه ده كان مرتبط بيه جدا جدا من 2017 او 2018. اختيار الافضل من وجهه نظرك؟ طبعا كراسه الشروط بتاع النادي الاهلي تنطبق كلها. ليه اي علاقه ان هو ياخد البطوله الافريقيه اللي جايه او ما ياخدهاش؟ لا 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 خالص خالص خالص، يعني النادي اللي مش هيحمله البطوله الافريقيه، وده ذاك ان العقد لمده موسمين، يعني ما فهمش الفتره دي فتره مؤقته بتاعت العقد. بس موسمين. هو نفسه في تصريحه دلوقتي واحنا بنسمعه قال ان هي موسمين بس النتائج هي اللي بتحدد. طبعا طبعا طبعا، والعقد فيه شروط جزائيه، في اول سنه فسخ التعاقد بدون اي شروط جزائيه من الطرفين، تاني سنه فيها شروط جزائيه، واضح ان في تفاهم. والراجل كمان ابدى مرونه غير عاديه، يعني ان في مدير فني يجي وما يضعش شرط جزائي في اول سنه ليه، ده معناه ان الراجل ده جاي شاري، يعني زي ما بيقولوا في البلدي شاري النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يخش على صفقه حازم امام؟ لا اعتقد، لا صعب 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 صعب. طيب. مش النادي الاهلي مش في حاجه دلوقتي انه يخش في الصدمات في التوقيت ده، يعني اعتقد يعني. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعرف ليه بعد الفاصل.